الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟ إذا نويت عنهم الإحرام، إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر يحرمون عن أنفسهم، لأنها تصح منهم النية ويفهمون، تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون. إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، وترمي عنه الجمار. نعم.